بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي بيده شفاء لكل داء والصلاه والسلام على من نطق بقوله لا عدوى وهو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الله اكبر الله اكبر لبيك 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 يا رسول الله اما بعد فيا ايها الناس أنتم طبعا تعرفون أن العالم الجميع في ظروف الحالية مبتلى بفيروس كورونا فالأطباء والمفكرين والمهرة كلهم يتحدثون حول هذا الموضوع فديننا الإسلام يرشدنا في كل شيء حتى في الظروف الحالية حول هذا الوباء هذا المرض فأستاذنا الكريم الشيخ المحقق المحدث كنز العلماء الدكتور محمد أشرف آصف جلالي قد حقق هذا الموضوع بالأحاديث النبوية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى على حقيقته وأن الأمراض ليس بمتعدية بنفسها بل كل ذلك بمشيئة الله تعالى فالله سبحانه يفعل ما يشاء وتحدث أستاذنا الكريم حول هذا الموضوع تقريبا أربع ساعات فكل من يريد حقيقة هذا الموضوع فاله السماع حول هذا الموضوع من شيخنا الأستاذ الكريم الدكتور محمد أشرف عصف جلالي ثم هذا الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى قد ذكره أئمة من الحديث ومنها الإمام البخاري هو ذكر هذا الحديث في كتابه الصحيح أحد عشر مرة وإن نريد أن نحصي عدد الصحابة الذين رووا هذا الحديث فيبلغ عددها إلى أحد عشر يعني أكثر من عشرة الصحابة الذين رووا هذا الحديث فلا شك أن الأمر واضح لا شك فيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى وأن الأمراض ليست بمتعدية وكان من معتقدات الجاهلية أن مخالطة الصحيح للمريض سبب عادي لانتشار المرض والوباء وقد اتخذها الأطباء أطباء وروبا ليس من معتقدات الإسلام وقد ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا عدوى وبذلك شارها المحدثون هذا الحديث ان الامراض ليست بمتعدية ثم وقع في بعض الحديث كلمات تدل على الامر بالاحتياط ولكن الاحتياط من اي شيء سوف نبينه ان شاء الله تعالى بكلمات السلف واقوال الصالح وبتلك الكلمات وقع في بعض الاوهام ما وقع عند الاطباء يعني ان الامراض متعديه لا سيما الوهابيه المتخلبه في بلاد الحرمين انهم ترى كل الاحاديث الواضحه التي فيها ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى وياخذون النصوص الاخر ولا يجمعون بين الادله ويشرحون الاحاديث بموافقه هواها وقال الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بخير هدى من الله. وهذا الوهابي يقرأ عبارة الحديث ويشرحه بموافقة هواه. ومن أضل ممن اتبع هواه بخير هدى من الله. وفي ذلك الحديث ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى إليه وفد الثقيف وفيه رجل مجزوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك. وبهذا الحديث وقع في بعض الأوهام أن النبي صلى الله عليه وسلم رده خشية من انتشار المرض. ولكن في الحديث أي كلمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رده لأمر الاحتياط، رده خشية من انتشار المرض. ليس فيه كلمة واحدة. نعم رده النبي صلى الله عليه وسلم وذلك له احتمالات عديدة ومنها احتمال رده النبي صلى الله عليه وسلم خشية من انتشار المرض. وهذا احتمال ليس بأمر قطعي ثم إذا نريد أن نجمع بين الأدلة فوضح هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرده خشية من انتشار المرض والوباء فكيف في الحديث الاخر ذكر رجل مجزوم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقد اكل معه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابه وهذا امر متحقق وقد اعترف به الوهابي ايضا واما روايه الاكل مع المجذوم فانه لا يثبت رفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الروايه نقض لعقيده المشركين أن الصحابة أكلوا مع المجزوم فإذا تحقق هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجزوم وثبت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رده من البيع فتعين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرده خشية من انتشار المرض وذلك أن الأكل أكثر وقتا من أمر البيع وإذا كان أكثر وقتا من أمر البيع فالأكل أشد احتياجا من أمر الاحتياط فكيف تعين أن النبي صلى الله عليه وسلم رده خشية من انتشار المرض لم يتعين هذا نعم هناك احتمالات أخرى ذكره الشارحون ونحن أهل السنة دائما نقول بأقوال السلف دائما نقول بأقوال الصالح وهذا أبو الحسن السندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: ارجع فقد بايعناك. لماذا رده النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول سندي: رده خوفا على أصحابه لألا يروا لأنفسهم فضلا عليه فيدخلهم العجب. لذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم. والاحتمال الثاني: يقول سندي: خوفا عليه لألا يحزن المجزوم. لرؤية الناس فيقل صبره على البلاء هذا الاحتمال الثاني في الحديث والثالث ايضا موجود يقول سندي الاحتمال الثالث لئلا يظن احد العدوى ان حصل له الجزاء يعني هذا الحديث ايضا يدل على ان الامراض ليست بمتعدية رده النبي صلى الله عليه وسلم سدا للزراع وانتم يا وهابي طبعا تعرفون معنى سدا للزراع والعجب من الوهابي يقول الوهابي ان النبي صلى الله عليه وسلم رده خشيه من انتشار المرض وفي الحديث الثاني الذي ذكر فيه قصه رجل المجزوم، وقد اكل معه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الوهابي ويشر هذا الحديث ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجزوم والجزام ليس من أمراض متعدية ولا يخاف منه انتشار المرض فيا وهابي كيف تتكلم أنت أولا تقول إن هذا المرض ينتشر وثانيا تقول إن هذا المرض لا ينتشر وكلا القولين في دقيقة واحدة يا وهابي صدق مشايخنا إن الوهابية قوم لا يعقلون ولان نتحدث عن حديث استدل به البهابي استدلالا باطلا والحديث مشهور جدا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه واستدل به البهابي استدلالا باطلا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاحتياط ولكن الاحتياط من اي شيء هناك ايضا احتمالات وفي هذا الحديث أيضا لا شيء يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر الاحتياط خشية من تعدية الأمراض، وهذا الوهاب الذي استدل به قد استدل به القدماء بعض الجهل وقد رده المحدثون الشارحون هذا الاستدلال يعني أن الأمراض متعدية قد رده الشارحون وهذا الإمام ابن حجر العسقلاني وهذا فتح الباري شرح صحيح البخاري ذكر هذا الحديث ويقول الإمام العسقلاني قالوا إنما نهى ذلك خشية أن يعدي من دخل عليه هذا نفس ما يقول الوهابي أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الدخول في أرض الوباء لماذا منع؟ بعضهم يقولون انما نهى عن ذلك خشيه ان يعدي من دخل عليه وهذا نفس قول الاطباء وقول الجهله وقد قالها الجهله في زمان العسقلاني فماذا يقول الامام العسقلاني وهو يقول وهو مردود يعني هذا الاستدلال مردود لانه لو كان النهي لهذا لجاسر لاهل الموضع الذي وقع فيه الخروج يعني هذا ليس من خشية أن يعدي مرض بل بسبب آخر وما هو سبب آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الدخول في أرض الوباء فيقول الإمام العسقلاني والذي يظهر والله أعلم أن حكمة النهي عن القدوم عليه لألا يصيب من قدم عليه بتقدير الله فيقول لولا أني قدمت هذا الأرض لما أصابني

وكذلك الإمام الأسقلاني يقول ونها من وقع وهو بها أن يخرج من الأرض التي نزل بها لئلا يسلم فيقول مثلا لو أقمت في تلك الأرض لا أصابني ما أصاب أهلها ولعله لو كان أقام بها ما أصابهم من ذلك شيء هذا من معتقدات الإمام الأسقلاني وهو يشرح هذا الحديث ولكن لا يشره بتعدية الأمراض بل يقول قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب آخر لا من سبب خشية الأمراض فعليك بقراءة فتح الباري أما الحديث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم فرارك من الأسد وهذا أيضا لا يدل على أن هذا المرض متعدٍ وقد شرى هذا الحديث الإمام العسقلاني أيضا ولكن في شره هذا الحديث أيضا يقول الإمام العسقلاني أن هذا الأمر ليس من خشيه انتشار المرض والوباء، بل بسبب اخر، يعني ان السلف الصالح هذا الحديث امامهم، ولكنهم لا يعتقدون خشيه انتشار المرض. ماذا يقول الامام العسقلاني؟ فهو يقول في فتح الباري هذا الامر امر بالفرار، لاي سبب؟ يقول الامام العسقلاني احدها نفی العدو جملة وحمل الامر بالفرار من المجزوم على رعایت خاطر المجزوم لینه اذا رأس صحیح البد السلیم من الافا تعظم مصیبته وتزداد حسرته هذا الامام الاسکلانی یشرو هذا الحدیث ثم یا ایوہ الناس استدل به الوهابي على ايقاف المساجد وايقاف الحرم النبوي وايقاف المسجد الحرام استدلالا باطلا وقد ابطله الائمه يقول الوهابي في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته هذا الحديث في سنن ابي داود ويقول الوهابي اذا كان من هذا السبب يمكن للرجل أن يقعد في بيته فبهذا الوباء أحق أن يقعد في بيته. فقد ثبت عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. ولكن هذا الوهابي يشرح هذا الحديث بموافقة هواه. انظر ماذا يقول المحدث الشارح الإمام الخطابي. في معالم السنن تحت هذا الحديث وهو يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليعتزل مسجدنا انما امره باعتزال المسجد عقوبة له ليست برخصة هذا عقوبة ان يعني هذا الامر للتوبيخ مثلا كما في القران المجيد وكذلك في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فليعتزل مسجدنا انما امره باعتزال المسجد عقوبة له وليس هذا من باب الأعذار التي تبيح للمرء التخلف عن الجماعة وهذه الأئمة انظر يا وهابية ماذا يقول الأئمة أنتم تدعون أن الوهابية يتخذون أقوال السلف ولكن الوهابية يتبعون هواه نحن أهل السنة نقول كل شيء بقوال السلف لا نتخذ رأينا ما مقول النبي صلى الله عليه وسلم

وانت تقول معناه ان نعالجه اخوة الاسلام ان استدلال الجلالي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما مع صاحب البلاء استدلال باطل فليس معنى هذا الحديث ترك الاحتياط انما معناه ان ننصره ونعالجه وندعو وانت تقول هذا الحديث معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه يا وهابي إن كنت لا تستطيع الجمع بين الأدلة فتعال نحن نجمع بين الأدلة لو كنت رأيت ما قبله لفهمت ما معنى الحديث وهذا الحديث ذكره الطحابي في شرح معاني الآثار فيقول الإمام الطحابي كن مع صاحب البلاء تبادعا لربك وإيمانا وفي السطر الآتي متصلا بهذا القول ماذا يقول الإمام التحابي؟ فهو يقول: فقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوى، هذا القول لنفي العدوى لا لثبوت العدوى، ثم في رواية أخرى جاء في الحديث: كل مع صاحب البلاء، هذا أيضا في التحابي، فماذا أنت تعمل؟ كيف تحرف معنى الحديث؟ هنا أمر للأكل مع صاحب البلاء، وهذا الحديث كل مع صاحب البلاء ذكره الإمام السيوطي في الجامع الصغير، ويقول الإمام عبد الرؤوف المنافي في فيض القدير، في شرح هذا الحديث يقول الإمام المنافي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مع صاحب البلاء كأجزم وأبرز، ويقول: فإنه لا يصيبكم منه شيء إلا بتقدير الله تعالى، هذا الإمام المنافي. يشرح الحديث ثم لو كنت رأيت ترجمة الباب الذي ذكر في هذا الحديث لفهمت معنى الحديث ما هو ترجمة الباب ترجمة الباب باب الرجل يكون بهدا هل يجتنب أم لا هذا ترجمة الباب للإمام التحابي ففي هذا الباب أن الرجل الداء لا يجتنب فهو عندما يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كن مع صاحب البلاء تباتعا لربك وإيمانا وفي السطر الثاني متصل بهذا الحديث يقول فقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوى